اليوم سواحنا من جمهورية العراق صديقنا الدكتور خليل الحمداني والأخ مفيد الحمداني والأصدقاء الآخرين وأبو علي الزبيدي فر الكاميرا على أبو علي الزبيدي، تشرفنا بهم مع أرارات السياحة. اليوم صديقنا خليل راح يقود هذا الماطور وراح نصور لكم جوانب من قيادته للماطور. تفضل دكتور. يلا ان شاء الله تروح ترجع بالسلامه. اليوم خلصوا ساعات الماطور نتمنى لك رحله سعيده وعلى كيفك. نروح ترجع بالسلامه. قمة المتعة مع أرارات للسياحة. اعطينا شعورك الحقيقي. شعور لا يوصف. قمة المتعة نسميها. خصوصا من توصل بنص البحيرة. أيوة. تشوف الجبال حولك يعني نسيم البحر يجيك. فد إحساس يعني عجيب. عجيب غريب. صديقنا الدكتور خليل الحمداني كان معكم مع أرارات للسياحة. تقبلوا تحيات هايك دانيال. خليت إيدي على عيوني لأن الشمس دايركت في عيوني.